على الرغم من الأموال الكبيرة المستحصلة من ارتفاع أسعار النفط وبراميل التصدير، لكن طوابير الأيدي العاملة المحلية التي يشكل الخريجون جزءا كبيرا منها تصطف بأعداد هائلة في ميسان في وقت يزداد الطلب على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص ويعجز العام عن خلق فرص وظيفية. تشكل البطالة واحدا من أكثر الظواهر حضورا في المجتمع الميساني بعد أن بدأ انتشارها واضحا وبنسب مرتفعة بين الشباب، يضاف إلى ذلك طابور آخر من الخريجي السنوات الماضية، فيما تمثل هذه المفارقة الغريبة وجود الكثير من الشركات النفطية لأنها تستقطب اليد العاملة الأجنبية. طبعا أنا خريج من سنة 2018، خريج تربية إنجليزي، مدرس إنجليزي، وظليت أفتر على شغل لما ملت ما حصل الشغل، ما خليت لا عمالة لا أي شيء، اشتغلت حتى زبالة اشتغلت، ماكو فرص عمل ماكو، يعني الخريج ظل يشتغل دليفري أو صندوق وأفتر، يعني بدل ما أتمارس بالمادة أدرس فظليت أفتر بالشوارع على مدى لقمة العيش، متزوج وعد طفلة. غياب الاستراتيجيات الواضحة للجهات الحكومية في استيعاب هذه الأعداد واحد من أهم الأسباب التي فاقمت هذه الظاهرة في المحافظة، فضلاً عن عدم استثمار القطاع الخاص لتوظيف العديد من الشباب. نشوف الشباب العراقي، الشباب الميساني يعيش بطالة كبيرة ترعاها الحكومة وترعاها رؤوس الأموال وترعاها التجار، ماكو دعم للقطاع الخاص، ماكو تشجيع للشباب الميساني بالانطلاق للقطاع الخاص والعمل الميداني، جاي يحاربون الشباب، خاصة إذا شاب عنده فكرة أو عنده مشروع يعني يخلق حياة من العمل، يخلق حياة من فرص العمل للشباب بالمجتمع الميساني، ما جاي يشجع، جاي يحارب. ويتوجس أمنيون خطر استثمار هذه الظاهرة من قبل المجاميع الإرهابية والعصابات من خلال استغلال العوز المادي للشباب وتوجههم لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة. الله شاهد، يعني جاي الحال، الحالة جاي نشاهدها، البطالة جاي تؤدي إلى جريمة، إلى الدخول إلى المخدرات، إلى هواي حالات. وهاي الحالة احنا نوجه ندانة إلى السيد المحافظ وإلى شركة نفط ميسان أن تنتبه إلى هاي الشباب. الشاب لا أملك، يعني 25 صعبة علي، أنا صاحب عائلة، يعني منفرد من عائلتي، يعني شلون يعني صاحب عائلة عنده طفل يحتاج لحفاظات وحليب وغيره، لحد الآن مشكلة حكومة، كل شخص عنده راتب وهاي نايم للظهاري، وإحنا كاتلنا الحار. التزايد الحاصل بنسبة البطالة في المحافظة دون أي حلول تذكر من الحكومة بات مصدر تهديدا لآلاف من الخريجين. حمزة حسين، قناة الرابعة، ميسان.